السلام عليكم متابعين قناة زين كويزين فاسيل، مرحبا بكم في لاشين ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد العصير ولا لو جو ديال لافوكا بالتمر. كنحتاجوا لهاد الوصفه يطر ديال الحليب، ثلاثة ديال لافوكات، وزلافه ديال التمر بحال هكذا حيت ليه العظم ديالو، كنحل لافوكا بحال هكذا، هادي اللي خاسره ما نديرهاش، ندير غير داك اللي مزيان. كنحيدها غير بالمعلقه بحال هكذا سهله، كتجي زوينه بالتمر بلا سكر، بلا ما ديروا فيها السكر، كديروا غير التمر كيحليها، كتجي زوينه، كيجي فيها واحد المذاق مزيان بالمذاق ديال التمر. غادي ندير هذاك التمر، غادي ندير غير نص ديال الحليب حتى نطحن، حتى نطحن عاد نزيد نص لاخر. بسم الله، بعد نزيد الحليب نجيب لك الكاس الاخر. الو على هادشي، على هادشي هذا راني طحنتو، وباش واحد الفكره باش لافوكا ما تكحلش ليكم، دائما هذيك العظم ديالها ولا داك وي العلفه ديالها ولا العظم خليوه فيها بحال هكذا وما كيتكحلش لافوكا. دابا ما بقى ليا الا نقدم، من بعد ما كملت العصير ديالي كنقدمه بحال هكذا، وبالصحة والراحة، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش ابوني في لاشين ديالي وتبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم، بالصحة فطوركم.